ثلاثة: المنوفية والسلطة، سر قوة المنيفة. مجلة فورين أفيرز العالمية الشهيرة كتبت مقال مهم عن المنيفة والمنوفية، وليه المنيفة بهذه القوة، وليه المنيفة فيهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وقادة عسكريون، وليه في شخصيات كتيرة جدا في دائرة السلطة العليا في مصر باستمرار من أبناء محافظة المنوفية. مثلا لدينا أربع رؤساء جمهورية من أبناء محافظة المنوفية: الرئيس أنور السادات، والرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس الأسبق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي. الرؤساء الأربعة، الرئيس السادات والرئيس مبارك والرئيس عدلي منصور والرئيس السيسي، الأربعة من محافظة المنوفية. في رؤساء حكومات، ست رؤساء حكومات من المنوفية، منهم ثلاثة بعد ثورة يناير من تيارات مختلفة، مثلا دكتور كمال الجنزوري من أبناء المنوفية، دكتور عصام شرف من أبناء المنوفية، وحتى دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء في عهد الدكتور محمد مرسي هو أيضا من أبناء المنوفية. إذن أربع رؤساء جمهورية، ست رؤساء حكومة، أكثر من 60 وزير من أبناء محافظة المنوفية، منهم ثلاثة وزراء دفاع. وزير الحربية الفريق أول أمين هويدي، ثم وزير الحربية المشير عبد الغني الجمسي، ثم القائد العام وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي. الثلاثة قادة الجيش الثلاثة من أبناء محافظة المنوفية. يبقى إذن أربع رؤساء، ست رؤساء حكومات، أكثر من 60 وزير، منهم ثلاثة وزراء حربية ودفاع. أيضا على الصعيد الديني، شيوخ الأزهر عدد من كبار علماء الأزهر من أبناء المنوفية، منهم شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري، ومنهم شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم. وحتى في دولة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، في اتنين من نجوم التلاوة، الشيخ محمود علي البنا وفضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، كلهم منيفة من أبناء محافظة المنوفية. يضاف إلى ذلك المفكر والعالم صاحب العلم والإيمان الدكتور مصطفى محمود، أيضا من أبناء محافظة المنوفية. ليه المنوفية بهذه القوة؟ ليه أربع رؤساء جمهورية؟ ليه ست رؤساء حكومة؟ ليه أكثر من 60 وزير، منهم ثلاثة وزراء دفاع؟ ليه شيوخ أزهر، شيوخ كبار جدا في دولة تلاوة القرآن الكريم، بالإضافة إلى مفكرين كبار بوزن الدكتور مصطفى محمود وآخرين؟ إيه اللي خلى مستوى المنيفة عند هذا المستوى الكبير في السلطة والفكر؟ السر كلمة واحدة: التعليم. لما الاحتلال البريطاني البغيض جاء إلى مصر ودمر كتير جدا من قدرات الدولة الحديثة في مصر، اشتغل الإنجليز على شيء أساسي في مصر علشان يدمروا هذا الوطن، إنه يبوظوا التعليم. مفيش تعليم، الناس لا تتعلمش، ما تقدمش، يضمنوا تخلف مصر، لأن مصر كانت متقدمة جدا في كل المجالات أيام محمد علي باشا والخديوي إسماعيل. فلما الإنجليز احتلوا مصر اشتغلوا على إن مفيش تعليم في مصر، وبالتالي مفيش نهضة ولا تقدم في مصر. المحافظة الوحيدة اللي كسرت الإنجليز واستمرت في التعليم بل وقت متقدمة في التعليم هي محافظة المنوفية. نجح الإنجليز إن هم يضربوا مسيرة التعليم في مصر في كل المحافظات تقريبا، لكنهم فشلوا في المنوفية. المنوفية الوحيدة اللي كانت أقوى من الإنجليز وقدرت تكمل المسيرة التعليمية. التعليم سر قوة المنيفة. عبد العزيز باشا فهمي شخصية عظيمة جدا، أسس جمعية المساعي المشكورة اللي منها مدارس المساعي المشكورة الشهيرة، راح لبشوات وأغنياء وملاك أراضي كبار في المنوفية وأقنعهم إن لازم الأغنياء يتبرعوا من أجل التعليم في المنوفية. استجاب أبناء المنوفية وتبرعوا، لأن بعد كده هنعرف
ان الكلام ان المنايفه بخله ده كلام الانجليز. وقت الانجليز اللي دفعوا فلوس كتيره جدا تبرعوا بيها من اموالهم واراضيهم علشان يعلموا الناس ويعلموا الفقراء هم المنايفه. فلما المنايفه تبرعوا هذه التبرعات واتعملت هذه الجمعيات وهذه المدارس في اوائل القرن العشرين من 100 سنه وشويه، كانت مدارس المسائل المشكوره فيها 15% من التعليم في مصر كلها. فتخيل النسبه اللي كانت موجوده للمساعي المشكوره فقط في محافظه المنوفيه. يبقى اذا لو سالنا ايه سر قوه المنايفه؟ ليه المنايفه بهذا التميز في السلطه، في الجيش، في الحكومه، في الوزراء، في الفكر، في الثقافه؟ كلمه واحده، ان هم متعلمين كويس ونسبه الاميه متراجعه جدا، وان هم من قرن قادوا عمليه عظيمه اتبرع فيها المنايفه من اجل تعليم الفقراء والبسطاء في محافظه المنوفيه. طيب ليه المنايفه بيحبوا ينضموا الى القوات المسلحه؟ ليه في كتير من ابناء القوات المسلحه الباسله من ابناء محافظه المنوفيه؟ برضو التعليم رسخ عند المنايفه فكره الدوله والمؤسسات، وانهم يحبوا يكونوا موجودين في اروقه الدوله وفي دوائر المؤسسات. كمان لما الشباب يطلع يلاقي عسكريين لابسين البدله العسكريه اللي لها تقدير واحترام واسع في كل مصر بيحبوا يكونوا زيهم، وده اللي خلى جيل يطلع جيل، فيبقى كتير من العسكريين من ابناء محافظه المنوفيه. طيب سؤال، التميز المنوفي لماذا؟ اشمعنى المنايفه هم اللي عملوا هذا التميز؟ طبعا في تميز كتير في اماكن مختلفه في مصر، لكن لما نقيس معيار الوصول الى السلطه ومعيار التمكن من دوائر القرار على اكثر من صعيد نتيجه تعليم وخبرات حقيقيه في الحياه، سواء الحياه السياسيه او الحياه التعليميه، بنلاقي المنايفه ليهم باع كبير. ليه هذا التميز؟ ايه اللي خلق ده؟ المنافسه اللي موجوده في المنوفيه. المنوفيه صغيره كمساحه، محافظه المنوفيه مساحتها صغيره، والاراضي فيها اللي بيمتلكها الناس صغيره، يعني بيمتلك افدنه ده يبقى كويس جدا، ناس بتمتلك اراريت صغيره، وبالتالي المساحات الزراعيه مش كبيره، وده خلى الناس اللي عندهم اراضي صغيره جدا لازم يزرعوها بكفاءه عاليه، وكمان يدركوا ان هم ما يقدروش يكملوا في زراعه الارض الا اذا تعلموا عشان يلاقوا مهن ووظائف اخرى. فنتيجه الارض الزراعيه وكثافه السكان ومساحة المحافظة ده خلى الناس هناك تتنافس. المنافسة أدت إلى التعليم، والتعليم أدى إلى القوة. يبقى إذن كثرة عدد الناس مع مساحة أرض زراعية ضيقة أدى إلى المنافسة، بدل المنافسة ما تؤدي إلى تشاحن وبغضاء أو إن هم يتراجعوا، ده أدى إلى التنافس في التعليم وفي السلم الوظيفي في البلد كلها. فالمنايفة أصبحوا بعد ذلك ونتيجة المنافسة ونتيجة التعليم لهم مكانة مميزة جدا على مستوى التعليم والسلطة في مصر. كيف انتقم الاحتلال البريطاني من المنايفة؟ كل النكت اللي بنسمعها عن المنايفة دي نكت الإنجليز. الاحتلال البريطاني هو اللي قال هذه النكت. النكت اللي هي بتسيء على المنايفة، واللي تقول مثلا المنوفي لا يلوفي ولو أكلت لحم كتوفي، اللي قال كده الإنجليز. المثل ده مش مصري، مش المصريين اللي قالوا المنوفي لا يلوفي ولو أكلت لحم كتوفي، الإنجليز اللي قالوا ده. لأنه بعد حادث دنشواي تصوروا إن هم هيخلوا المنايفة يتعاونوا بعد كده من الخوف مع الاحتلال، فوجئوا إن المنايفة حائط صلب في مواجهة الاحتلال، والكلمة دي طلعها ضباط إنجليز ان المنوفي لا يلوفي بالنسبه للاحتلال الانجليزي مش بالنسبه للمصريين. لكن طبعا تمادى الانجليز وطلعوا امثله كتيره جدا علشان يسيئوا المنوفيه، مش عارف لو اخدت من ايه صوف ما تاخدش المنوفي معروف، كل الكلام ده، كل هذه الامثله امثله استعماريه بريطانيه انجليزيه
نتيجة إن هم شافوا إن المنوفية كسرت الاحتلال وإن المنايفة كسروا الاحتلال وقدروا يعملوا مستوى تعليم عالي جدا متقدم جدا، وقدروا إن هم يبطلوا نهج الاحتلال وأهدافه في إن هم يكونوا مجتمع غير متعلم أو مجتمع أمي. نجاح المنوفية أغضب الإنجليز، فالإنجليز طلعوا هذه الشائعات على المنوفية وطلعوا هذه الأمثال الكاذبة. كل ما يقال عن المنوفية في مثل هذه الأمثال كذب لا أساس له، لأنه دعاية بريطانية استعمارية في مواجهة المنوفية وأبناء المنوفية. هل لا تزال المنوفية قوية؟ نعم، لا يزال أبناء المنوفية التعليم بالنسبة لهم أساسي جدا، وبناء الكارير والمهنة والوصول إلى منصب أو موقع رفيع ده شيء أساسي في تكوين الشاب المنوفي. المنوفية محافظة عريقة طبعا، زي أغلب محافظات مصر لها تاريخ فرعوني عريق، وأصل الكلمة بيرنوف، دي القرية اللي هي بقت منوف بعد كده وبقى اسمها نوفر في بعض الأوقات، فبيرنوف أو نوفر بعد كده هي منوف لاحقا، ومن منوف كلمة المنوفية. والمنوفية من 500 سنة كانت ولاية اسمها ولاية المنوفية، وبعد كده بقت اسمها مأمورية المنوفية، وبعد كده مديرية المنوفية، وبعد كده في عصر إسحاق عبد الناصر بقى اسمها محافظة المنوفية. في عهد محمد علي باشا نقل عاصمة المحافظة من منوف إلى شبين الكوم، يعني شبين الكوم ما كانتش قبل كده عاصمة المحافظة، إنما كانت منوف، والمنوفية نسبة لمنوف، عشان كده بتلاقي عاصمة بني سويف بني سويف، عاصمة المنيا المنيا، عاصمة أسيوط أسيوط، عاصمة سوهاج سوهاج، وهكذا، عاصمة دمياط دمياط، عاصمة كفر الشيخ كفر الشيخ. تيجي في المنوفية مش عاصمتها منوف، مع إن منوف تبقى المنوفية، هي كانت العاصمة لغاية محمد علي باشا، محمد علي باشا نقل العاصمة من منوف إلى شبين الكوم، بقت عاصمة محافظة المنوفية. مساحة المنوفية حوالي 2500 كيلو، ضمت ليها منطقة من البحيرة، إطاطن البحيرة اللي هي مدينة السادات. محافظة المنوفية لها دور وطني كبير جدا، أبنائها لهم مكانة كبيرة جدا. المنوفية طبيعي جدا تطلع 4 رؤساء و6 رؤساء حكومات وأكثر من 60 وزير، منهم 3 وزراء دفاع، وعدد من كبار شيوخ الأزهر ومن كبار الشخصيات البارزة، لأن كلمة السر التعليم، وكلمة السر الإرادة، وكلمة السر إن هم لما يصروا على النجاح بينجحوا. التعليم والإرادة سر نجاح أبناء المنوفية وسر بقاء رموزهم، ومن بينهم الدكتور مصطفى محمود. شوبنهاور فيلسوف ألماني له رأي في الإنسان، بيقول إن حقيقة الإنسان أنه إرادة ورغبة. الإنسان حقيقته أنه إرادة ورغبة، وله قول مأسور بيقول فيه: إذا ذهبت تقنع إنسانا بالحجة والمنطق ولبست تناقش عدة ساعات ولم يقتنع، فاعلم أن السبب ليس أنه لم يفهم، ولكن أنه لا يريد أن يفهم. ليه؟ لأن الإرادة لها علو على جميع الحجج وعلى المنطق وعلى العقل، وهي في الواقع بتسخر العقل لأغراضها. لما تكون أنت عايز شيء تبتدي تبرره بحيثيات ومنطق ولأن وحيثما وبما أن بالشكل ده، مش عايزه تبتدي تعمل تاني تفبرك منطق تاني وتسخر العقل علشان يخدم إرادتك ورغبتك. فالإرادة لها علو على العقل وعلى الحجج وعلى المنطق وعلى الجسد كمان، بتستخدم الجسم في أغراضها. والجسم بالنسبة للإرادة زي العرض بالنسبة للجوهر، إرادة شيء جوهري، هي حقيقة الإنسان، بدليل إن الجسم بيمرض ويتعب ويشيخ، بينما الإرادة لغاية
ما واحد سنه 80 و90 سنه قبل لغايه لحظه الموت وهو عاوز حاجه برضه بيبقى عاوز. عمر ما الواحد يبطل في لحظه يعوز، دايما بيبقى عايز شيء، حتى لما يبقى سنه 100 سنه يبقى عاوز شيء ويمكن متشبث بيه اكتر من الطفل. فالاراده ان تطلب وتريد مساله لا تتعرض لشيخوخه ولا لتعب ولا لمرض. ومن هنا اعتبرها شوبنهاور حقيقه، حقيقة الإنسان وجوهره.